يا جماعة هذو راهم ولادنا وهذو راهم بشر يحسوا كيما نحسوا. ما تأنبوش ولادكم فوق الطاقة. أكيد وليدك ولا بنتك قل لي ربما تعبت عليه وأنا حليت له نفس التمرين ولا حلو الأستاذ نفس التمرين وما جابش. راهي كاين حاجة اسمها الخوف، راهي كاين حاجة اسمها الضغط، وأنا قلتها دائما الضغط يولد الانفجار. لا يعني أن وليدك ولا بنتك لازم قرا لازم يجي، والتوفيق من عند ربي لا مكتوب، لازم بس يفهم. هل انت ولا انت اختي نهار اللي كنتي تلميذه كنتي دائما تجيبي 20 على 20؟ حتى ولو خويا ولا اختي كنت تجيب 20 على 20، هل العقل تاعك وتاع وليدك نفسه؟ لا. هل الظروف اللي كانت عندك واللي راه عند وليدك كيفتي؟ لا. لهذا عس وعسي روحك كل اولادكم بالهضره ولا الضرب في هذا التصحيح. نصيحه لكم، نصيحه لكم.